بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا طالب حامد علي العروسي، طالب بجامعة كيرتن في ولاية غرب استراليا مدينة بيرت. أحب أن أوجه كلمة للأخوة المسؤولين في الحكومة الانتقالية وكذلك المدير إدارة البعثات ووزير التعليم العالي ورئيس الوزراء. لا أعلم إذا أنتم تعلمون بالأزمة المالية التي نمر بها، فإن كنتم لا تعلمون فتلك مصيبة، وإن كنتم تعلمون ولا تلقون لها بالا فالمصيبة أكبر وأجل. حقيقة رغم كل المراسلات ورغم كل الاتصالات ومحاولات الاتصال بكم عن طريق بطريقة رسمية أو عن طريق السفارة أو بطريقة شخصية أو عبر موقعكم الإلكتروني، كل ما قمنا به من جهود لم نجد أي ردة فعل، لم نجد أي تصريح. هل لنا إجراء مؤتمر صحفي أو إجراء أو قيام بنشر تصريح مكتوب عبر صفحات الإنترنت أو صفحات الفيسبوك أو عبر الإذاعات الليبية؟ هل هو أمر صعب لهذه الدرجة؟ هل هو أمر مستحيل؟ هل يحتاج لميزانية ضخمة؟ هل فيه فساد مالي؟ لا أعلم لماذا لماذا كل هذا التجاهل؟ لا أعلم لماذا كل هذا التجاهل. النقطة المهمة التي نتمنى من الأخوة المسؤولين وأصحاب القرار في البلاد أن يشكلوا لجان تقصي ولجان تقييم أوضاع طلب. ما المانع؟ حكومة إلى حد الآن لديها 8 أشهر من العمل لم تقم إلى الآن بتشكيل لجان، وهذه اللجان تقوم بالسفر إلى الدول التي يوجد بها الطلبة وتوجد بها مشاكل مالية، ويجلسوا مع المسؤولين في السفارات ويجلسون مع المستشارين الثقافيين ويجلسون مع الطلبة ويحاول وضع حل وعلاج لهذه المشكلة. كذلك تقييم الأوضاع المعيشية في بعض الدول. العالم يتطور، العالم يتقدم، العالم يتغير يوما بعد يوم. بعض الدول تعلن إفلاسها، بعض الدول يوجد لديها تضخم، بعض الدول تصبح من أصحاب الاقتصادات القوية. فهل نقارن منحة تعطى لطالب ثابتة منذ 10 سنوات بنفس المنحة في هذه الأيام؟ كل شيء يتغير. برميل النفط كان قبل 20 سنة كان 20 دولار، قبل 10 سنوات كان 50 دولار، الآن أصبح 120 دولار. الشيء الوحيد الذي يتغير هو منحة الطالب. ماذا تريدون منا أن نفعل؟ هل تريدون منا النفع أن نعمل في المطاعم، أن نعمل في الأسواق، أو نعمل في أو ننظف الحمامات أكرم الله السامعين؟ ما تريدنا؟ أما ندرس ونبحث ونجتهد لكي نرجع لبلادنا ونبني ونساهم في بناء دولتنا. ألا ترعى فينا إلا ولا ذمة؟ اتقوا الله فينا وفي أنفسكم وفي هذا المجتمع وفي هذه الدولة التي سلمت لكم أمانة، وأنت ستسألون عليها إن شاء في عند الله سبحانه وتعالى. ولتكن آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. شكرا سيدي. بارك الله فيك.